محطتنا الأولى يا فرح رح نتعرف على أحد أجنحة الشام، تجمعنا الحرف اليدوية، وضمن هالقسم عم تتواجد الحليوة الإكسسوارات يلي بتعتبر من المكملات المهمة لملابس المرأة. لمعرفة أكثر عن أشكال الإكسسوارات وطرق صناعتها وتدويرها معنا بصباحنا غير مصممة الأعمال اليدوية والإكسسوارات سمية المارديني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. صباح الخير سمية. صباح النور. ما بعدنا اليوم عن مكان له حصة بحياتك خاصة هلا، مهرجان الشام تجمعنا. خلينا نحكي بالبداية عن مشاركتك في هذا المهرجان. تمام، هلا نحن مشاركين بجناح الحرفيين بالشام تجمعنا يلي هو صاير جنب المسرح تماما. جناح الحرفيين بيتضمن اكسسوارات، اعمال يدوية، حرف تقليدية، الحرف الشرقية القديمة، الحرف الشامية، يعني جناح كتير حلو خارج ينزار. تمام، او فيه كثير اعمال يدويه من ضمن الاكسسوارات. منافسه كثير يعني. تمام، في منافسه. اكيد دائما سميه قطعك بتكون مميزه معنا. احكي لنا عن القطع الجديده المتواجده معنا هون، شو جديدك وبالاخص بالشام تجمعنا، شو عامله للزباين تبعك؟ هلا انا حبيت انه تكون، بما انه هي الشام تجمعنا وجناح حرفيين وهيك شيء، دقق شوي على الشغلات الشرقيه. تمام، لهيك اشتغلنا اللي بجنبك هدول الشرقيات. تماما، هلا في هدول الشرقيات اللي بايدك هدول بيضوا بالليل مثل ضوء القمر يلي كان دارج، بس حورنا شوي الفكره وعملناها شرقي بيضوي بالليل. تمام. وخلينا ناخذ، عفوا، حاولنا ناخذ اللون المعتم شوي، اللون الغامق. ايه تماما، هي كلها شرقيات يعني. حتى نقشاتها شرقيه. اذا بتدقق عليها كل النقشات اللي بقلبها شي طاووس، شي العين الزرقاء، يعني كل النقشات اللي فيها شرقيه بحته. وغامقه، الوان غامقه. وحتى اشتغلت بالسنسال البرونز يعني حتى تكون ابدا، يعني كل الالوان معك. ثم يحكي لنا كمان عن القطعه الثانيه، قلتي هلا الحلاق كمان دارجه، هلا الحلاق الكبير دارج. تماما، الحلق الكبير دارج، والاساور كمان. احكي لنا عن هذا التوق اللي قلتي هذا مميز، انا عملته كمان مشان الشام تجمعنا. احكي لنا كيف خطرت لك هي الفكره. هو كثير دارج هلا هي السنه، الصدف والودع. تمام، يعني كثير موضة السنة انه هي انك تدخلي صدف وودع بالاكسسوار. وهلا يعني هلا شوي تانية حنلاقي صدف والودع بكل شيء له علاقة بالاكسسوار. تمام. لهيك اشتغلنا شيء فيه صدف، وهذا الشيء كان دارج من قبل الشبشيل، خليناها موجودة وضفنا لها الصدف والودع. طيب، هلا في عنا هيك الفكرة هي، هاد الطوق بنطاق يعني، اما بنلبس هيك طاقين. تمام، او بنلبس طويل. تمام، سمية عم تحاولي ترضي كل الاذواق، يعني عم نشوف الالوان المتعدده بقطعه واحده، عم نشوف اللون الواحد يلي داخله حركه كثير بسيطه. قد ايه بتحاولي ترضي اذواق كل العالم اللي بتجي لعندك؟ اكيد هو لازم نرضي الاذواق، يعني في ناس ما بتحب الالوان كثير، يعني بتقول لك انا بحب احط قطعه كثير عاديه وبسيطه، تكون كثير صغيره مثل هيك هالقصص هي. تمام، هلا هي القصص مبينه على الكاميرا. تمام، كثير ناعمه، كثير بسيطه. بتشوفي مثلا فيها حتى اشكال كثير غريبه، يعني هي بتبدي كل الاذواق. سمية احكي لنا كمان، في مثلا بنات طوال، بنات قصار، شو بيلبق لهم بكل قطعه؟ شو بتنصحي البنت؟ هلا بالقطعه الناعمه مثل هي ما عندي اي مشكله، اي مشكله. وخلص اللي بدها تشتريها ما بتفرق، اللي بدها تشتريها ما حتتعذب كثير. هي بس بتتعذب فيها البنت المحجبه انه مالها كثير طويله. تمام، وبس يعني انه ما حتبين. تمام. بس قطعه حلوه، يعني قطعه حلوه. فيكي تحكي لنا عنهم وبعدين ننتقل لشيء. هلا عندنا هيك الصبارة، هي كتير دارجة، هي هاي السنة الودع والصبار كانت كتير موضة وما زالت، ولح تستمر هلا فترة طويلة يعني. تمام، الصبارة كتير حلوة وغريبة، يعني كقطعة كتير غريبة. عندي هون القلب يلي فيه العيلة، هلا هنن كتير القطع صغار، ما بعرف اذا حيبينوا كتير على الشاشه. كثير من الصبايا سمر بيحبوا هاي القطع البسيطه الناعمه. تمام، انه تكون هي ممكن يلبسوها لحالهم او تحتها بيكون طوق كمان انعم منه، فبتعمل كتير حركه بالذات. هلا انا طبعا بتعمل حركه كتير حلوه وبتحسي عن جد لكل وقت كمان. تمام، انه ما له وقت معين انه الوحده تلبسها. بالشام بتجمعنا بعت هاي القطع كهدايا، يعني يجي مثلا شاب بده يشتري هديه لرفيقته، لخطيبته، لحدا، يعني هاي القطع كتير كانت لها رواج هيك يعني. فورا عم تنصحي انه هاي القطع هاي القطع حلوة يعني هدية. يعني بتحسيها مثل كأنه أخذ قطعة فضة، خاصة أنه هذا ستانلس، الستانلس معروف عنه أنه هو ما بيروح لونه.
تمام. هي نقطة كتير مهمة كمان، إنه نحن متعودين على الإكسسوار يمكن بتاخديها للقطعة ما في فترة بسيطة بتروح بهجتها بيروح تمام. لونها فبتخسري القطعة كلياتها. تخسري القطعة تماما. هلأ مثل هذا الستانلس هلأ عم نشتغل فيه لأنه هو قطعة كتير حلوة وقطعه ناعمة بتبقى وما بتروح ألوانها، يعني فيك تلبسيها مدة طويلة أبدا، هي بتحسيها أصلا مثل قطع الفضة، يعني كتير بتشبه قطع الفضة. حلو. طيب تمام. فرح إذا بدي أسألك إليك أكثر قطعة لفتت لك نظرك وممكن إنه خلص تاخديها وتلبسيها إنه حبيتيها كتير شو هي؟ أنا حبيت الشيء اللي كانت ماسكته سمية، حسيتهم كتير ناعمين هدول القطع يمكن وبيناسبونا. تمام. يمكن ما بحب أنا كتير الألوان بالقطع. تمام. بحب الشيء اللي كتير هادي وكتير رايق، بحس إنه هذا الكتير ستايل حلو. أكيد. بس وأحيانا القطع اللي حبيتي تعتازي إنك تلبسي شيء ملون ومزركش يعني. من هون القطع ما حبيتي شيء؟ هدول أي كتير ناعمين، أنا بحب الأزرق، خلينا نحكي بحب كتير هذا اللون. هذا اللون وحتى والعين ايه انه هي طبعا. كمان كثير دارجه سمريه عن جد حلوه هي موضه كمان انت مسكتي ازرق كمان لا كمان الازرق هذا كمان هذا اللون كثير حلو التركواز في النقشات الفيل والزلحفه كمان كثير حلوين الفوقانيات ايوه هدول. تماما هدول غريبين غريبين فيل وزلحفه هدول العمر بتحسي 17 18 سنه تماما. صبايا اول طلعتهم يعني بتوقع بفضلوا هالقطع لا حتى الاكثر يعني القطعه كثير مميزه تمام ورجعتي على اللون الفضي هلا هدول اللي بايدك اسمه اساور الصداقه حلو عم شوفي خلينا كمان نشوف ايدين مشربكه بعضها عامله قلب كثير قطع حلوه يعني تمام. هي اسمها اساور الصداقه هي. تمام يعني فكرتهم حلوة انه فكرتهم جديدة تماما شفنا الطوق فيه انه بيحكي عن العائلة مثلا تماما الاسوارة بتحكي عن الصداقة عم تحاولي تحطي افكارك بكل قطعة سمر شوفي لا عن جد قطعة كتير مميزة بس اذا بدي اسألك فرح اذا بدك تاخديها مين صديقتك المقربة اللي بتهديها اياها في كذا واحدة رح اخذهم كلهم تاخذيهم كلهم تهديهم احلى شيء وقت بيجوكي مجموعه بنات مثلا تمام. وبيشتروا شغله وحده يعني معاهم كلياتهم مزبوط بتلاقيهم هن واقفين مثلا بحطوا ايديهم وبيتصوروا يعني هي القصص كثير حلوه طيب سمية هلا بالشام تجمعنا كثير عم نلاقي اقبال كثير كبير يعني العائله كلها عم تيجي احكي لنا هل في قطع خاصه بالشباب ولا بس للصبايا انت مختاره بالشام قطع خاصه بالشباب ما في يعني ما في مجال هذا الشيء ما بنقدر نستغني عنه اكيد بس اكيد الاقبال اللي بيكونوا الصبايا اكثر يعني تمام حتى مثلا وقت بيكون واقف شاب عندي على الطاوله انا بقول له انه عندي شغلات للشباب بيقول لي لا انا بدي اشتري هديه مثلا تمام فبتحسي انه لا هدية البنت أو أغراض البنات بالإكسسوار لست طاغية أكثر من موضوع أنه هي للشباب يعني صحيح. تمام سمية كنت عم تحكي قبل شوي عن موضوع المواد الأولية عم تقولي لي شوي في صعوبة بالمواد الأولية مو شوي كثير تماما هلأ سؤالي أنه قدي بتقدري تستفيدي من المواد القديمة أو القطع القديمة الموجودة عنك ترجعي بتصنعيها من أول جديد تمام بتخفف هل هذا الشيء بيخفف عنك العبء بيخفف العبء بس ما بيعطيكي مادة جديدة يعني هون المشكلة عنا يعني أنت عم تعيدي تصنيع قطعة قديمة بدك تحطي لرد مادة جديدة لحتى هي تطلع قطعة جديدة تمام. هون المشكلة عنا عم نعاني منها هلأ أحيانا لما بيكون في عنا مادة قديمة وبدنا نصنع رد من أول وجديد لاقي لها ضغري يعني شيء جديد وبتطلع حلوة بس في قطع أبدا يعني بتوقف وبتقعد وبدك وقت لحتى تمشيها او تلاقي لها شيء مميز اكيد عندنا مشكله بالمواد الاوليه ولهلا لساتها موجوده وعندنا كثير مشكله انه البنات بيشوفوا شيء على النت من صفحات مثلا اجنبيه من صفحات غير بالضبط تماما يتطبقوا نفسهم بيجوا بيقولوا لك انه انا بدي هي القطعه نفسها طب انا يعني مالي قادره احصل على الماده الاوليه تبع القطعه يعني لحتى انا اشتغلها تماما بس دائما سمية قطعك مميزه يعني بستغرب انه عم بيشوفوا على النت وبدهم قطع نفس النت يعني عن جد دائما احكي لنا سمية انت دائما الفكره تبعك يعني قديش بتاخذ وقت لتتنفس وانت كمان بتعلمي من عمر 7 سنين لاي عمر 18 سنه على صناعه الاكسسوار احكي لنا وين وصلتي بهالمجال حتى لاكثر من 18 سنه يعني حتى هلا من جديد صاير عم يجيني ستات كبار يعني انه بدهم يتعلموا وبدهم يشتغلوا وصبايا صغار هلا القطعه المميزه المشكله انه انا احيانا كثير بضطر اني كتير اتعذب لحتى تطلعي هي القطعة مثل اساور الصداقة يعني هي درجة عالنت وانا بعدين لحتى قدرنا نساويها
مثل مثلا الشغلات الشرقيه يعني ما قدرنا نطبقها لحتى قدرنا نحصل على المواد الاوليه يعني. تمام. ولا هي الفكره من قبل عندي اياها بس ما قدرت اطبقها لهلا. تمام. التدريس المشكله هلا نحن بندرس صح، وانا بعطي يعني بعطي كتدريس بعطيها انه تطبق القطعه قطع كامله يعني بكل الطرق بعطيكي تطبقي قطعه، بس هلا بيجيكي حالات انه هي بدها اياكي تعطيها كل شيء كل شيء كل شيء، هلا هون صعب يعني. انا بعطيكي الطريقه بعطيكي الفكره الاوليه وانت بعدين بدك تبدعي. ما في هي القصه. تمام. هي قصه موهبه، ما فيكي انا اخذ مثلا افكار سميه وانا اطبقهم، هي فيها حس كثير عم نعاني منها. يعني هي بدك شغف لتقدري تفوتي بهالمجال الاكسسوار. احكي لنا كمان سمية، اكثر قطعه عزبتك موجوده معنا كمان، هي قطعه عملتي على اعاده تدويرها، فرجينا اياها. هلا اعاده تدوير هذا الطوق شو كان سمية؟ هو كان طوق بس كان سناسل. تمام، يعني كان حجاره مع سناسل واقل من هيك الحجار، فانا رجعت جددت فيه، حطيت له خيطان مع انه السلسال تبعه خرب خلص يعني هو. طيب بس في شيء كمان كثير مهم غير اعاده التدوير، دائما عم نشوف بموضه الاكسسوار الموضه عم ترجع، يعني بنجيب قطعه تمام بنلبسها بننبسط فيها خلص بدقيقه خلقنا بتروح موضتها، نتفاجئ انه بعد فتره يمكن طبعاً صغيره يمكن كبيره فتره ما بعرف، بس عم ترجع هي الموضه نفسها، فبتحاولي تحافظي على هدول القطع اكيد وترجعي تعرضيهم من جديد. اكيد هلا عندي بالبيت بتلاقي هيك زاويه خاصه انه هي القطع خلص انا مليت اني اعرضها، يعني مليت اني نزلها كل مره على مهرجان على بازار، حطها هيك على جنب خلص انا ما عاد بدي اياها، بنساها حتى احيانا يعني بعد فتره برجع انه انا عم دور بغراضي بلاقي انه انا شاغله هذا الموديل، طلعوا ورد برضه من اول وجديد. هلا الاكسسوار ما بيخرب موضته، ما يعني اذا خربت هي القطعه، اما انه تبطل موضتها يعني هي ما اظن يعني مثل يعني موضه صعبة. الليرات قبل سنتين كانت هلا كثير درجات، وهلا يعني قبل سنتين والسنه اللي قبلها لا خلص العالم ما عاد لبست ابدا ليرات، الصدف هي السنه رجعت بس رجعت بقوه يعني. هلا اطواق خواتم ليرات هيك هلا من كل شيء الليرات انتشرت بشكل كبير. هلا الصدف والودع والليرات رجع من اول وجديد. تمام هو كان دارج مثل ما قلتي من 3 سنين تقريبا، وهلا رجع. خلينا نحكي دائما في قطع مثلا بيقولوا يمكن هيك اقوال شعبيه او هيك بيقولوا مثلا هي القطعه بترد العين، مثلا هي القطعه بتحميكي، فرجينا اذا عندك هيك قطع هلا عندنا العين هيك ما بيجوا العالم بيسالوكي في عندك من هالقطع. عندنا هيك قطع، عندنا الخرزه الزرقاء اللي قبل بشوي مسكتيها. تمام. هلا هدول بيردوا العين، هدول على فكره هدول الاساور لبيبيات يعني بياخذوهم انه للبيبي الصغير انه مشان يرد العين هيك. واذا اخذوهم وما ردت العين شو بيعمل؟ ما هي هون هون الاعتقاد يعني. هلا هو بالنهايه هذا كلياته يعني انا بعتبره اعتقاد هي يعني مثل يعني تقاليد أو هيك من عاداتنا وتقاليدنا. تمام. من هالقصص يعني في قطعه واقعه حسيت لونها كثير حلو. هلا هي هي هدول نفسهم يلي انا حاططهم هن قطعتين، يعني هي بتلاقي قطعه الصدف ثلاث قطع، بيجي السنسال والودع وكمان هي اللي بترد العين، هي هي كمان بترد العين يلي بتجي مثل شكل الرجل او هيك شيء. تمام حلو، اشكالهم مميزه والوانهم كثير رائعه. هدول على فكره خلاخيل بنلبسه كمان. كمان الخلخال اكيد دارج بالصيف دائما، والقطع حلوه يعني والقطع قطعك دائما مميزه سميه بشكل انا كثير بحبها، واكيد يعني اكيد بتمنى لك دائما التوفيق، وشام بتجمعنا اكيد بتجمعنا على كل شيء حلو ان شاء الله ان شاء الله، وبنشوفك بحلقات قادمه. موفقه سميه. تسلمي. شكرا لكم. شكرا لك سميه مره ثانيه، وبدي اتمنى لك التوفيق بهذا المهرجان. اهلا وسهلا، وزورونا بجناح الحرفيين. اكيد اكيد لازم، نتمنى كمان تكون المنافسه دائما قويه تماما. لا ما بنخاف عليها سميه. شكرا لك سميه مره ثانيه.